برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك. استضاف هذا الأسبوع معالي الدكتور وجيه عويس عضو مجلس الأعيان ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي سابقاً، حيث قارن معالي خلال الحوار بين مستوى التعليم في الماضي والحاضر ومدى تطبيق استراتيجية التعليم في المدارس والجامعات، داعيا إلى ضرورة تطوير المعلم وتدريبه قبل دخوله غرفة الصف، وكذلك تطوير محتوى المناهج لأجل خلق جيل واع في النهاية معتمدا على التحليل أكثر من الحفظ، مشيرا إلى أن التعليم هو رسالة قبل أن يكون مهنة. وتناول الدكتور عويس كذلك تجربته في مجلس الأعيان وجهود لجانه التعليمية في هذا الإطار، فإلى هناك. صحيح، إذا بدنا نأخذ التعليم كتعليم لابد أن أذكر الحقائق كما هي. لقد شاب التعليم في آخر يمكن 30 سنة نوع من التراجع على جميع الأصعد، على مستوى المدرس، على مستوى البيئة المدرسية، وعلى مستوى المنهاج. ويمكن أكثر شخص وأنا بحكي من خبرة استشعر بهذا التراجع هو جلالة الملك عبد الله، لأني أنا اشتركت شخصيا بأكثر من لجنة بأمر من جلالة الملك، وعرفت أنه اهتمام جلالة الملك في التعليم اهتمام كبير، وإذا كان هناك تقصير فالتقصير هو مننا نحن ومن بعض الحكومات اللي أتت التي اعتبرت التعليم ليس أولوية في منهجها حتى السياسي. لذلك المحطة الأولى اللي بحب أذكرها في عام 2007 عندما أمر جلالة الملك بإنشاء بتشكيل أول لجنة للتعليم، التعليم المدرسي، وكنت أنا عضو فيها، وعملنا 4 سنوات ووضعنا مخطط كامل، وكان رئيس هذه اللجنة الدكتور مروان كمال، وكان في معنا أعضاء متميزين أيضا. نعم. ولكن بعد ما أكملنا وضع المشاكل والحلول في كتيب وأرسل إلى رئيس الوزراء آنذاك، لم يحدث أي تغيير إطلاقا على، ولم تطبق بنود وهي تعتبر استراتيجية أولية. نعم. استشعر جلالة الملك خطورة المنهاج وقبل وجود داعش في المنطقة، وقال بالحرف الواحد احنا بدنا جيل بنواعي، جيل مبني على التفكير السليم والمحبة واحترام الآخر، وما في طريقة أخرى إلا أن ندخل هذه المبادئ إلا من خلال المنهاج. وفي عام 2015 أيضا أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة قبل رئيس الوزراء. هذه اللجنة أخذت على عاتقها بأمر من جلالة الملك ورعاية جلالة الملك بعمل أول استراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وكان التعليم هو الأساس فيها. أنا على قناعة أنه لا يمكن تتم العملية التعليمية بشكل جيد بدون 3 أمور مهمة. أولا المعلم، والمعلم أقصد هنا ثقافة المعلم، تفاني المعلم، تدريب المعلم، يعني كم تدرب المعلم على إنجاح مهنته. ثانيا المنهاج، المنهاج أساس يعني أساسي في نوعية التعليم المتميز، والبيئة المدرسية. هذه 3 أمور مهمة جدا. لما نطلع على البيئة المدرسية المثالية، هي بيكون فيها عادة عدد الطلبة في الصفوف معقول، حدود 20 إلى 25 طالب. هذا لم يكن متاحا لكل المدارس في الأردن، فهذه نقطة ضعف وأسبابها عديدة. نعم. منها زيادة عدد السكان، منها وجود هجرات عديدة إجت على الأردن، ما استطاعت الأردن يعني عدد ازداد الصف. طبعا ازداد، وهذا ضعف في التعليم، أنه عندما يكون عندك صف 50 غير لما يكون 25. أوكي. زيادة عدد السكان طبيعية، احنا عندنا يمكن أعلى زيادة عدد السكان، نسبة الولادات في عندنا في الأردن يمكن بعدها ما زالت أعلى نسب في العالم، عنها نزلت. نعم. اثنين، في عندنا هجرات، تعرف خاصة أخيرا الهجرة اللي جت من سوريا، وكانت يعني ضغط كبير على مدارسنا. نعم. أوكي. النقطة الثانية المنهاج اللي موجود
بين إيدينا الآن هو منهاج بصفه منهاج الحفظ ليس منهاج للتحليل. لذلك الاستراتيجية الوطنية اللي أمر فيها جلالة الملك ركزت تركيز كبير على تحويل المنهاج من منهاج حفظ إلى منهاج تحليل، مخاطبة عقل الطالب، إخراج الطالب من القوقعة الحفظ إلى التحليل إلى التفكير السليم. أوكي. وطبعا وزارة التربية والتعليم قامت بجهد لا بأس به، ولكن أنا بعتبر أنه الجهد غير كافي لغاية الآن، خاصة في موضوع تحويل المنهاج إلى منهاج تحليل. أوكي. هنا الفرق بين عندنا البرامج الأجنبية اللي موجودة في عمان الاي بي والاي جي، وفرق بين برامجنا اللي موجودة في المدارس الثانوية. أوكي. النقطة الثانية اللي هو المعلم، المعلم هو الأساس، لذلك لابد من تدريب المعلم قبل أن يدرس وأثناء التدريس. يعني تعطي المعلم الأولوية الأولى في العملية التعليمية قبل المنهاج. المعلم قبل المنهاج، يعني إذا عديت معلم جيد يستطيع أن ينقل المنهاج ولو كان ضعيف. نعم. شكي. المعلم الآن أنت بتعرف أنه كثير من معلمين ألاف من مؤلفة يخرجون بشهادات من الجامعات الأردنية ويذهبوا مباشرة إلى غرف الصفية، ما كان في تدريب، ما كان تعرف المعلم بحاجة لتدريب، لأنه التحصيل الجامعي لا يؤهل المعلم أن يكون معلما ناجحا. نعم. يجب أن يأخذ دورات، يجب أن يدرس سنة أو سنتين. والاستراتيجية الوطنية صحيح وضعت يعني وركزت على تدريب المعلمين، ولحسن الحظ الصحيح أكاديمية الملكة رانيا أخذت هذا العاتق على نفسها وفتحت الأكاديمية برامج لتدريب المعلمين قبل وأثناء العمل. الأعداد كبيرة في التعليم، تتحكي عن فوق 80,000 معلم وبحاجة إلى تدريب، لأنه إذا لم يدرب المعلم لن يستطيع أن يوصل المعلومة إلى الطالب.